فرص عمل محترمة للنساء في وضعية هشاشة، فضاء بمبادرة من جمعية بيتي وبمرافقة من جمعية شانتي وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. أحلام المسعودي، مرحبا بك مديرة فضاء بهجة. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم، يعيشكم على الانفيتاسيون هذايا، مرحبا. ويشرفني ليكون بحذاكم باش نحكي لكم على سونتر نتاعنا بهجة. احنا اللي فرحانين برشا بوجودك معنا، لو كان تحكي لنا على هذا الفضاء اللي في اواخر مارس تم افتتاحه رسميا، تفضل. يا عايشة، باهي، فضاء بهجة هو سونتر دو فورماسيون دو اونكوا فيور استيتيك اي كوتور. بالله نسي ليش سامحني بالعربي، خلي الناس تزيد تسمعنا وتفهمنا اكثر بالدارجه يعني. اي هو ما هو بون مركز لتكوين النساء في الخياطه وفي بعض المهن اللي يمكن الحلاقه وتجميل بالخياطه. به المركز هذه تعمل معناتها من جمعيه بيتي اون بارتنريا مع جمعيه شانتي. نعرفوا اللي جمعيه بيتي هي معناتها ديما تدافع على حقوق النساء، حقوق النساء اللي في حاله هشاشه، اللي مستضعفات، ومعناتها هي اساسيسيون بيتي عندها 4 يونيتي، يونيتي معناتها نتاع اللي تستقبل فيه النساء، يونيتي جور، عندنا فضاء سونتر ديبرجمون، وعندنا ايواء، تفضل. ايواء باهي، وعندنا مركز تكوين للحياه الاجتماعيه، وتوا معناتها عملنا مركز هذايا مركز بهجه. به كيفاش نساء اليوم اللي في وضعية هشاشة يسمعوا فينا ساعة، قداش من مرأة ينجم يرفع هذا الفضاء، يستقبل هذا الفضاء؟ وكيفاش النساء اللي في وضعية هشاشة ممكن يسمعوا فينا؟ كيف نجموا ساعة نعرف ما نعرفش نور، نجموا نقولوا على العنوان وإلا متاع الفضاء هذا، وإلا المسألة ما تتقالش، خاطر ثم بعض مراكز الإيواء اللي ما يحبوش يقولوا العناوين نتاعهم، كيفاش ينجموا يتصلوا بكم على الأقل؟ يتصلوا بنا عن طريق جمعية بيتي. ما نعرفش انتم جمعية بيتي اللي هي معناتها نستقبلوا ديما في النساء هذوما في حالة الهشاشة، وديما معناتها نعاونوهم، ديما نعاونوهم معناتها نوجهوهم وين يمشيو وين يجيو وين كيف معناتها معناتها ديما معناتها نوجهوهم. باهي واضح. نور تفضل احكي لنا عليه البروجي قبل، وتوا جبنا سي مدام احلام المسعودي باش نزيدوا نحكيوا عليه ونفهموا الناس شنو هي. انا جست حبيت نضيف على كلام تاع احلام، على خاطر دونك كانكم فما تعرفوا نساء ولا كانكم انتم نساء في وضعيه هشاشه، شنو نقصدوا بوضعيه هشاشه؟ يعني معناها وضعيه هشاشه تنجم تكون الهشاشه اجتماعيه كما تنجم تكون اقتصاديه، دونك المراه ما عندهاش فلوس ولا ما تنجمش تخدم وما لقاتش وين تتفرم، على خاطر راهو انك تمشي تتدرب كامراه سواء في الحلاقه ولا المجالات اللي قاعده تخدم عليهم جمعيه بيتي الكل راهي ماهيش سهله مالك. دونك هوني دعوه للنساء انها تدخل، وعلاش مهم الابروش اللي قاعده تخدم بها بيتي؟ على خاطر صحيح بيتي كي بدات من الاول كانت تخدم على فقط على الايواء والانصات لنساء ضحايا العنف، من بعد على مستوى المنهجيه باش تنجم المراه تكون بالحق اوتونوم، يعني يلزمها يتم تمكينها اقتصاديا، والا نعطيوها الاليات انها تنجم تكون اوتونوم اقتصاديا وتنجم تصرف على روحها على اولادها على عائلتها اتسيتيرا. وهوني الاهميه نتاع الدمارش، يعني ما نجموش نحكيوا على الايواء نتاع نساء ضحايا العنف والا النساء اللي في وضعيه هشاشه بصفه عامه وعلى الانصات لهم من غير ما نحكيوا على التمكين الاقتصادي اللي هو الحلقه اللي تخلي الاستدامه نتاع الاوتونوميزاسيون نتاع النساء بصفه عامه في وخاصه في وضعيه الهشاشه. انا احلام عندي سؤال، النساء اللي في وضعية الهشاشة فما كان كما قلت انت حلاقة والخياطة وهذاك الكل، هل النساء اللي مثلا حاملات لشهادات عليا والا النساء اللي خدموا سيغتامومون في بلايص في شركات والا في عندهم مستوى تعليمي عالي، كيفاش نجموا تعاونوهم عن طريق المركز هذا، والا المركز هذا مخصص فقط للنساء المهمشات حتى تعليميا واجتماعيا؟
مركز هذايا مخصص كما قلت انت معناتها المخياطه والحجامه وال هذه فقط، ونعاونوهم من بعد كيفاش نعمل ريانسيرسيون بروفيسيونيل. معناتها المركز هذايا ماهوش فقط لل لابرونتيساج دي ميتيي، وهكا هو معناتها تيقف معناتها المهمه نتاعنا لهنا. بعد ما تتلقى المراه التكوين نتاعها نعمل معاها معناتها المرافقة والمتابعة والإدماج في سوق الشغل، المرافقة نتاعها، وهو ديجا في البروغرام تاعنا تاع ليزاكتيفيتي اللي يعملوا فيها كله عندنا البروغرام دو ريابيتاسيون سيكولوجيك اي دو سيم دو سوا اللي المرأة معناتها نسمعوها معناتها ديما نعمل معاها دي سيونس دي كور دو سيام سيكولوجيك دي كور بارول اتيلي ديكريتور كوتشين أي. باش نسألك فقط قداش من مرأة ممكن يستوعب هذا الفضاء؟ هو طاقة الاستيعاب بتاع المركز نتاعنا 15 امرأة باغ سيسيون، معناتها 15 امرأة في الخياطة و 15 امرأة في الحلاقة. واضح. يعطيك الصحة أحلام مسعودي، مديرة فضاء بهجة، اللي من النساء المستضعفات أو في وضعية هشاشة اللي يحبوا يتعلموا حاجة ولا يعملوا فورماسيون بعديك ممكن، واللي عندهم مشروع يتصلوا ببيتي جمعية بيتي. تو زميلتنا مريم مشكورة، لو كان تحط لنا الموقع والصفحة الرسمية لبيتي.